أهلا بكم إلى درس جديد من دروس علم الأحياء لطلاب الثالث الثانوي العلمي. عنوان درسنا اليوم الخواص الكهربائية للخلايا الحية. معكم المدرسة سمية الشالات من منصة حماء التربوية، أدرس في ثانوية أحمد الشيخ طه، وبرفقة طالباتنا رغد حياري، غنى صمودي، هبة القاسم، مائسة المحمد. أهلا وسهلا. نبدأ درسنا بعنوان الظواهر الكهربائية في الخلايا الحية وكمون الراحة. بالبداية، أظهرت الخلايا الحية عبر أغشيتها فرقا في الكمون، يسمى هذا الفرق في الكمون كمون الغشاء. يختلف كمون الغشاء ما بين الخلايا القابلة للتنبيه من الخلايا غير القابلة للتنبيه. لدينا خلايا الدبق العصبي هي من الخلايا غير قابلة للتنبيه، لذلك يكون كمون الغشاء ثابتا في هذه الخلايا ويكون متغيرا في باقي الخلايا كالخلية العصبية والخلية الحسية والخلية العضلية والخلية الغدية وأيضا الخلية البيضية الثانوية. نلاحظ ظاهرة كمون الراحة. لاحظوا الشكل. لاحظوا أولا الليف العصبي، ثانيا مقياس فولت. نقوم بوضع مصراعي مقياس الفولت، أحدهما على السطح الخارجي والآخر على السطح الداخلي، فنلاحظ أن هناك فرقا في الكمون. ما قيمة الفرق في الكمون مائسة؟ ناقص 70 ملي فولت. إذن أظهر المقياس الغلفاني فرق ما بين السطح الخارجي والسطح الداخلي يعادل ناقص 70 ملي فولت. الفروقات في الفولت تعود لفروق الشحنة ما بين السطح الخارجي والسطح الداخلي. هبة، ما هي الشحنة على السطح الداخلي للليف العصبي؟ السطح الداخلي بتكون سالبة وعلى السطح الخارجي. إذا لدينا نوعين من الشحنات، على السطح الداخلي هناك الشحنة السالبة وعلى السطح الخارجي الشحنة الموجبة. نعود إلى الشحنة. ما هو مصدر الشحنات بالنسبة للخلية الحية؟ لو كنا أمام معادن أو كنا أمام أسلاك معدنية أو غيرها قلنا الإلكترونات، ولكن مصدر الشحنات يعود بالنسبة للخلية الحية إلى الشوارد أو الأيونات. لاحظوا المعروف أن الذرة معتدلة، ولكن الشاردة تحمل شحنة قد تكون موجبة وقد تكون سالبة. لاحظوا لنستنتج بعض الشوارد. لدينا الشكل الوسط خارج الخلية، الوسط داخل الخلية، ولدينا المفتاح. طبعا لدينا ضمن الغشاء مجموعة قنوات صوديوم وقنوات بوتاسيوم، ولدينا أيضا المضخة سنشرحها بالتفصيل، ولكن ما يهمني الآن الشوارد. لاحظوا الكلور يشار له بمثلث باللون، شاردة الكلور مثلث باللون الأزرق. الآ سالب هو عبارة عن بروتينات مشحونة بشحنة سالبة، ويشار للصوديوم بدائرة باللون الأصفر، والبوتاسيوم بمعين أو مربع صغير باللون البرتقالي. تمام، لاحظوا كيف تتوزع هذه الشوارد. سؤال، هل نشاهد الكلور في الوسط داخل الخلية؟ لا. الكلور لاحظوا. هل يشاهد الكلور في الوسط داخل الخلية؟ نعم، تركيزه قليل. نعم، ولكن قياسا بالوسط الخارجي يكون تركيزه، لاحظوا 1-2، ولكن 1-2-3-4-5. هل يشاهد الصوديوم، شاردة الصوديوم هل تشاهد في الوسط داخل الخلية؟ نعم. لكن أيضاً هل تشاهد في الوسط خارج الخلية؟ طبعا شريدة صوديوم بالدائرة الصفراء، هل تشاهد في الوسط داخل الخلية؟ نعم. هل تشاهد في الوسط خارج الخلية؟ نعم. أين يكون تركيزها أعلى؟ خارج الخلية. إذن يكون تركيزها أعلى خارج الخلية. ننتقل إلى شريدة البوتاسيوم التي تكون على شكل مربع برتقالي، هل تشاهد في الوسط داخل الخلية؟ نعم. غنى، وهل تشاهد في الوسط خارج الخلية؟ نعم، بس أقل من الخارج. إذا التركيز في الداخل يكون أعلى من التركيز في الخارج. أخيرا لدينا البروتينات المشحونة بشحن سالب، مركبات عضوية نرمز لها بآ سالب، هل تشاهد في الوسط داخل الخلية؟ فائسة. نعم. هل تشاهد في الوسط خارج الخلية؟ لا. تشاهد ولكن بتركيز قليل جدا، لا يوجد على الرسم، ولكن هي تشاهد بتركيز قليل جدا. إذا ما هي الشوارد التي درسناها خلال الشكل؟ ما هي الشوارد التي تعرفنا عليها؟ ما اسم؟ كلور، صوديوم، بوتاسيوم، آ سالب شاردة الكلور، شاردة البوتاسيوم، شاردة الصوديوم، والشرسبات أو المركبات البروتينية.
لاحظوا هل توزع هذه الشوارد يكون متناسب؟ هل هو متساوي؟ لا لا لا, لا. ليس متساوي. سؤال آخر, أي شاردة يكون تركيزها أعلى في الوسط داخل الخلية منه في خارجها؟ هبة. عندنا البوتاسيوم يكون شاردة البوتاسيوم أيضا. أي شاردة تكون في الوسط الداخلي ذات تركيز أعلى مائسة؟ الشرسبات. أي شاردة تكون في الوسط الخارجي تركيزها أعلى؟ الكلور. وأي شاردة؟ شاردة الكلور. أي شاردة يا رغد؟ الصوديوم. شاردة الصوديوم تكون تركيزها في الوسط الخارجي أعلى من الداخلي. إذا من خلال الشكلين استنتجنا مجموعة استنتاجات. أولا, الخلية في وضع الراحة أو الليف العصبي في وضع الراحة, إذا قمنا بوضع مسرحين مقياس غلفاني أحدها على السطح الخارجي والآخر على السطح الداخلي, نتمكن من قياس فرق في الكمون يعادل ناقص 70 ميلي فولت, ويطلق عليه اسم كمون الراحة لأن الخلية في هذه الحالة لا تقوم بأي تنبيه أو بأي وظيفة. أما الشوارد, استنتجنا هناك أربع أنواع من الشوارد, هي شاردة الصوديوم, شاردة الكلور, شاردة البوتاسيوم, والشرسبات العضوية المشحونة بشحن سالبي ونرمز لها أ سالب. لاحظوا تتحرك الشوارد عبر الغشاء. الشوارد تتحرك عبر الغشاء, صح أو خطأ؟ صح. لاحظوا القنوات, تمام؟ القنوات. لاحظوا قناة البوتاسيوم يكون لونها من نفس لون شارت البوتاسيوم, قناة الصوديوم يكون لها نفس لون شارت الصوديوم. هذا الكلام ماذا يعني؟ هل القناة عامة؟ نوعية. القناة نوعية. إذا القناة نوعية. ماذا نسمي هذه القناة؟ نواقل. نواقل. هي بروتينات. تسمى قنوات التسرب البروتينية. تسمى قنوات التسرب البروتينية. هذه القنوات كما تشاهدون مفتوحة باستمرار, وهي موجودة في الغشاء طبقتي الدسم للغشاء الخلوي. إذا القنوات توجد ضمن الغشاء الخلوي وهي نوعية. نلاحظ بأن القنوات مفتوحة باستمرار والشوارد تتحرك, ولكن برأيكم هل الحركة عشوائية؟ لا أكيد. طالما سجلنا قيمة ثابتة ناقص 70 ميلي فولت فالحركة ليست عشوائية. تعتمد حركة الشوارد على مبدأ الانتشار أو الانتثار. إذا تعتمد حركة الشوارد عبر الغشاء على مبدأ الانتشار أو الانتثار, بمعنى أن الحركة تتم من الوسط مرتفع التركيز, طبعا بالشاردة تتحرك الشاردة من وسطها مرتفع التركيز إلى الوسط منخفض التركيز, وتتم هذه العملية بدون صرف أي طاقة, ونسمي هذه الحركة انتشار, وتحدث حسب ممان التركيز, لذلك لا تتطلب طاقة. نتابع. سأعود وأرسم ونستنتج مجموعة استنتاجات. لاحظوا الليف العصبي, مقياس غلفاني أحد المسرحين على السطح الداخلي المقطع والآخر على السطح الخارجي, أظهر قيمة تعادل ناقص 70 ميلي فولت. الشحنة كانت على الشكل التالي, الوسط على السطح الداخلي سالب, السطح الخارجي موجب, تمام؟ نعود لتذكر الشوارد. الشوارد كانت على الشكل التالي, البوتاسيوم تركيزها في الوسط الداخلي أعلى من الوسط الخارجي, الشرسبات تركيزها في الوسط الداخلي أعلى من الوسط الخارجي. أما بالنسبة للصوديوم, تركيز الصوديوم في الوسط الخارجي أعلى من تركيزه في الوسط الداخلي. أما الكلور في الوسط الخارجي أيضا أعلى من تركيزه في الوسط الداخلي. تمام؟ تتوزع الشوارد بهذه الطريقة. نكتب الشوارد. إذن الشوارد البوتاسيوم, شارد البوتاسيوم, الشرسبات قلنا عبارة عن بروتينات مشحونة بشحن سالبي, الصوديوم شاردة الصوديوم وشاردة الكلور, تمام؟ هذه الشوارد تتوزع شاردتي البوتاسيوم والبروتينات سالبة الشحن في الوسط الداخلي بتركيز أعلى منه في الخارج, وتتوزع شاردتي الصوديوم والكلور بتركيز في الوسط الخارجي أعلى منه في الداخل.
حسنا، الآن تتحرك الشوارد، إذن الغشاء نفوذ، تمام؟ الغشاء نفوذ للشوارد، ولكن لاحظوا النفوذية اصطفائية. الغشاء نفوذ ولكن بشكل اصطفائي، يعني بأنه لا يسمح لجميع المواد أو جميع الشوارد بالحركة. الغشاء نفوذ والنفوذية تكون اصطفائية. لدينا الشوارد، تمتلك الشوارد قنوات نسميها قنوات التسرب البروتينية. قلنا هذه القنوات تكون مفتوحة دوما لأن الحركة لا تعتمد، حركة الشوارد عبرها تعتمد على ممال التركيز ولا تعتمد على الارتباط بمستقبل يفتح القناة. فإذا تعتمد على حركة الانتشار، تتحرك الشوارد عبرها بالانتشار. هذه القنوات نوعية موجودة في الغشاء الخلوي، ومثل ما شرحنا الانتشار هو الانتقال الشريدة من الوسط مرتفع التركيز إلى الوسط منخفض التركيز. نعود للشوارد، أي الشوارد مسموح لها بالحركة؟ البوتاسيوم نعم مسموح له بالحركة، لأن قلنا أن النفاذية اصطفائية. الشرسبات غير مسموح بالحركة، ويعود ذلك لكبر حجمها، لذلك تبقى في الوسط الداخلي. الصوديوم مسموح له بالحركة. الكلور مسموح له بالحركة، ولكن طبعا عبر قنوات خاصة به أيضا، ولكن ليس له دور كبير، ليس له دور في ظاهرة كمون الراحة. لذلك حصرنا ظاهرة كمون الراحة حصرناها بشاردتين، البوتاسيوم والصوديوم، تمام. نشاهد الآن الشاردة الأكثر تأثيرا. البوتاسيوم تملك عدد قنوات تسرب بروتينية، إذن تمتلك شاردة البوتاسيوم عدد قنوات تسرب بروتينية أكثر من التي تمتلكها شوارد الصوديوم. لذلك من هي الحرة بالحركة بشكل أكبر مائسة؟ البوتاسيوم. الآن ستحددون أنتم اتجاه الحركة بناء على ما شرحنا. الآن البوتاسيوم، شاردة البوتاسيوم برأيكم كيف ستكون حركتها؟ هل باتجاه الخارج أم باتجاه الداخل ولماذا؟ نعم يا هبة. باتجاه الداخل لأنه بتنتقل عن طريق الانتشار من التركيز المرتفع للمنخفض. تماما، لاحظي بأي اتجاه؟ أعيدي، التفسير صحيح ولكن أعيدي، بأي اتجاه تتحرك البوتاسيوم، شاردة البوتاسيوم؟ دخول أم خروج؟ خروج. إذا شاردة البوتاسيوم تتحرك باتجاه الخارج من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض. كيف تتحرك شاردة الصوديوم يا غنى؟ من الخارج إلى الداخل. من الخارج إلى الداخل، إذا تتحرك شاردة الصوديوم من الخارج إلى الداخل لأنه تركيزها في الوسط الخارجي أعلى من الوسط الداخلي، وتتم عبر قنوات التسرب البروتينية وبآلية الانتشار من الوسط مرتفع التركيز إلى الوسط منخفض التركيز. مقارنة ثانية، قلنا عدد قنوات التسرب البروتينية لشوارد البوتاسيوم أكثر، تمام؟ لذلك عدد شوارد البوتاسيوم المنتقلة من الوسط الداخلي إلى الوسط الخارجي وهي تحمل الشحنة الموجبة يكون عددها أكبر. لنفترض إذا مر 20 شاردة بوتاسيوم إلى الوسط الخارجي قد لا يدخل أكثر من شاردة أو شاردتين صوديوم إلى الوسط الداخلي. هذا الفرق بالشوارد ألا يؤدي إلى تجميع الشحن الموجبة على السطح الخارجي؟ نعم. فإذا من خلال الاختلاف بتركيز الشوارد، لاحظوا شاردة البوتاسيوم لديها حرية الحركة أكبر، عدد قنواتها أكبر، تستطيع المغادرة بشكل أكبر. أما بالنسبة لشاردة الصوديوم الانتقال يكون أقل عددا. تجمعت الشحنة الموجبة في الوسط الخارجي، ولكن السؤال الشحنة السالبي كيف تجمعت؟ لاحظوا إذا كان لدينا، لنفترض مثال معين، لأفترض أنه لدي 100 شحنة موجبة لا على التعيين ويقابلها 100 شحنة سالبة أيضا لا على التعيين، تعادل صح؟ إذا خرجنا الشحنة الموجبة 20 أصبح لدي 80 شحنة موجبة مقابل 100 سالبة، زادت الشحنة السالبة رغم أنها لا تتحرك، تمام؟ طبعا العدد هون غير متساوي لشوارد البوتاسيوم والشرسبات، ولكن فقط كمثال خروج الشاردة الموجبة اللي هي شاردة البوتاسيوم، عدم دخول
نفس العدد من شاردة الصوديوم، أي لا يتم تعويض الشاردة الموجبة التي خرجت بشاردة موجبة تدخل، لذلك يؤدي إلى تجمع الشوارد السالبة داخل الأعصاب. أما التجمع على أطراف الغشاء فيعود لقوانين الكهرباء، يتم التجمع على أطراف الغشاء أو على جانبي الغشاء بهذا الشكل، سالب موجب وفق لقوانين الكهرباء. لاحظوا اولا ما نوع الشحن داخل الاسبون وخارجه، اعاده فقط لتثبيت المعلومات. مائسه، داخل الاسبون شحنه سالبه، تمام، خارج الاسبون شحنه موجبه. الشحنه موجبه. السؤال الذي يلي، ما مقدار الفرق الكمون داخل الاسبون وخارجه؟ غنى، ناقص 70 ملي فولت. ناقص 70 ملي فولت. المعلومة التي تلي، اي من شاردتي البوتاسيوم والصوديوم اكثر نفاذية عبر الغشاء ولماذا؟ مائسة، البوتاسيوم لان لديه لان لديه قنوات تسرب بروتينية عدد اكبر. عدد اكبر، تمام. السؤال الذي يلي، احدد جهة انتقال شاردتي الصوديوم والبوتاسيوم عبر قنوات التسرب في الغشاء وافسر السبب. بداية، شاردة الصوديوم كيف تنتقل؟ رغد، الصوديوم من خارج الخلية الى داخلها. لماذا؟ لان تركيزها في الخارج اعلى من الداخل. ماذا نسمي الآلية التي انتقلت وفقها؟ انتشار. الانتشار، تماما. اما شاردة البوتاسيوم، هبة، من داخل الخلية الى خارجها، تماما، كمان عن طريق الانتشار، من تركيز منخفض من تركيز مرتفع لمنخفض الى التركيز المنخفض. نتابع، ما تركيز الشوارد على السطح الداخلي والسطح الخارجي للعصبون، اي كيف تتوزع الشوارد؟ شاردتي البوتاسيوم والشرسبات كيف يكون تركيزها؟ في اي وسط اعلى؟ في الداخل. التركيز البوتاسيوم في الداخل اعلى والشرسبات في الداخل اعلى. تمام. من خارج الداخل. تمام، وكيف يكون تركيز كل من شاردتي الصوديوم والكلور؟ في الخارج اعلى من الداخل. في الخارج اعلى من الداخل. مضخة الصوديوم والبوتاسيوم لم نتكلم عنها بعد، نعود إلى الشرح. لاحظوا بالشكل الذي رأيناه منذ قليل كان هناك مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. لاحظوا حتى يكون لدي كمون راحة، أولا لدي قابلية النفوذ الصفائية التي يبديها الغشاء لبعض الشوارد دون بعضها الآخر. العامل الآخر هو بقاء الشرسبات كبيرة الحجم داخل الليف وعدم مغادرتها إلى خارج الليف. العامل الأخير هو مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. ما المقصود بمضخة الصوديوم والبوتاسيوم؟ لاحظوا الغشاء الخلوي طبقتين، شاهدنا قنوات التسرب البروتينية المفتوحة طبعا من الجهتين بكافة أنواعها. حاليا المضخة، مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. لاحظوا المضخة أيضا عبارة عن بروتين، نشبهها مثلا بدولاب على سبيل المثال، تملك ثلاثة أماكن لشاردة الصوديوم، و مكانين لشاردة البوتاسيوم، والاسم مضخة، إذا ستقوم بعملية ضخ، تمام؟ ستقوم بعملية ضخ للشوارد، ولكن لاحظوا ما هي آلية العمل التي تعمل وفقها. تقوم المضخة بالعمل وفق آلية نسميها النقل النشط أو النقل الفعال. والنقل النشط أو النقل الفعال هو كآلية عكس الانتشار، أي يكون من الوسط منخفض التركيز إلى الوسط مرتفع التركيز. ولذلك هذا العمل أو آلية النقل هذه تحتاج إلى طاقة. نتابع، إذا تأتي صرف طاقة مضخة صوديوم البوتاسيوم. لاحظوا أشبه دائما الانتشار والنقل النشط بالسباحة. الانتشار يكون السباحة مع التيار، هل تحتاج لجهد؟ لا تصرف طاقة، تمام؟ أما السباحة عكس التيار تحتاج إلى جهد، لذلك الانتشار هو سباحة مع التيار، أما النقل الفعال أو النشط هو سباحة ضد التيار. الآن لدي، إذا تعرفنا إلى الحركة، بالنسبة للحركة
نعود إلى الليف العصبي نؤكد شاردة الصوديوم تركيزها في الوسط خارجي أعلى، أما تركيزها في الوسط الداخلي يكون أقل، البوتاسيوم بالعكس تماما، ولدي مضخات تعمل وفق عكس الانتشار. المضخة تحتوي ثلاث أماكن لشاردة الصوديوم، مكانين لشاردة البوتاسيوم، لذلك سيكون الضخ ثلاث شوارد صوديوم مقابل شاردتي بوتاسيوم، ولن أحدد الاتجاه. من يستطيع استنتاج حركة كل من شاردتي البوتاسيوم والصوديوم عبر مائسة؟ عبر المضخة البوتاسيوم من خارج إلى داخل، من الخارج إلى الداخل، أي من الوسط المنخفض إلى الوسط المرتفع. كم شاردة؟ شاردتان. تمام، إذا شاردتي بوتاسيوم دخول، صوديوم أما الصوديوم خروج. خروج، كم شاردة؟ ثلاث شوارد. إذا ثلاث شوارد صوديوم، تمام. لاحظوا الآن الفرق بعدد الشوارد، بغض النظر عن الشاردة التي تحملها، ثلاثة موجب، ثلاث شوارد موجبة باتجاه السطح الخارجي مقابل شاردتين فقط موجبة باتجاه السطح الداخلي، لذلك هذا أيضا يزيد من تجميع الشحنة الموجبة على الوسط الخارجي والشحنة السالبة على الوسط الداخلي، مما يجعل غشاء الليف العصبي مخفض كهربائيا، أي أنه يفصل بين نوعين من الشحنات الموجبة على السطح الخارجي والسالبة على السطح الداخلي. متابع؟ إذا كيف تقوم المضخة؟ مضخة الصوديوم البوتاسيوم بعملها، من يتذكر؟ تضخ هبة؟ تضخ الصوديوم والبوتاسيوم باتجاه الداخل والخارج. نحن نحدد، تضخ كم شاردة صوديوم؟ الصوديوم ثلاثة. ثلاث شوارد صوديوم باتجاه؟ باتجاه الخارج. باتجاه الخارج، من الوسط منخفض التركيز إلى الوسط مرتفع التركيز. أما البوتاسيوم؟ تضخ شاردتين إلى الداخل. من وسط مرتفع التركيز، من وسط منخفض التركيز إلى الوسط مرتفع التركيز، لذلك يتطلب عملها صرف طاقة ATP، وتسمى هذه الآلية آلية النقل النشط أو النقل الفعال. أخيرا نستنتج برأيكم، إذا أردنا أن نعرف كمون الراحة، ما هو كمون الراحة؟ فرق في الكمون، الفرق بين سطحين، بين سطحين احدهما يحمل الشحنات الموجبه، تمام، والاخر الشحنات السالبه. تماما، ويعود لفروق تراكيز الشوارد على جانبي الغشاء. فاذا الفرق في الكمون في اثناء الراحه بين السطح الخارجي للغشاء ليف يحمل الشحنه الموجبه، اما السطح الداخلي يحمل الشحنه السالبه ويقدر بنحو ناقص 70 ملي فولت، واما الاشاره السالبه تعود الى صلاح فقط للدلاله على اشاره الوسط الداخلي. الإشارة السالبة هنا صلاح فقط للدلالة على إشارة الوسط الداخلي داخل كمون الراحة. متابع؟ قنوات التسرب البروتينية، لاحظوا هي عبارة عن قنوات بروتينية توجد في غشاء الليف مفتوحة باستمرار، الحركة حركة الشوارد، وهي قنوات نوعية وتتحرك الشوارد عبرها حسب ممال التركيز أي بآلية الانتشار. ولاحظوا هذا أحد أشكال قنوات التسرب البروتينية. ما العوامل التي تسهم في جعل غشاء الليف مستقطبا في حالة الراحة وقد عددتها منذ قليل؟ أول عامل غشاء نفوذ اصطفائي، تماما، أول عامل قابلية النفوذ الاصطفائية التي يبديها الغشاء لشوارد البوتاسيوم وقلة نفاذيته لشوارد الصوديوم. حددنا لأن الشاردة الأساسية التي تلعب الدور الأكبر في ظاهرة كمون الراحة هي شاردة البوتاسيوم. العامل الآخر هبة، وجود مواد عضوية كبيرة مثل الآس سالب ما بتحسن انه غير نفوذها للخارج، لا تغادر بسبب كبر حجمها، لا تستطيع المغادره خارج الليف. واخيرا يا رغد، مضخه الصوديوم والبوتاسيوم، تماما، مضخه الصوديوم والبوتاسيوم. فاذا لذلك العوامل الثلاثه السابقه تسبب فروقات في توزيع الشوارد الموجبه والسالبه على كل من السطحين الخارجي والداخلي، ويكون غشاء الليف العصبي غشاء الليف بشكل عام مستقطبا كهربائيا في اثناء الراحه. اذا سبب ظاهرتكم من الراحه يعود إلى فروق التراكيز الشاردية على جانبي غشاء الليف لكل من شوارد صوديوم بوتاسيوم والكلور والشرشرات وشوارد أخرى، ولكن الشاردة الأكثر تأثيراً هي شاردة البوتاسيوم. إذا قلنا لماذا؟ لأن وجود قنوات تسرب بروتينية أكبر، لذلك هي حرة بالحركة أكثر من غيرها، لذلك وتحمل شحنة موجبة، لذلك لها دور كبير في الظاهرة الكهربائية. سؤال تسريعياً،
نفوذية الغشاء لشوارد البوتاسيوم تفوق نفوذيته لشوارد الصوديوم في أثناء الراحة، لأن عدد قنوات التسرب البروتينية لشوارد البوتاسيوم أكثر من عدد القنوات التسرب البروتينية لشوارد الصوديوم. تمام، إذا الفرق في عدد قنوات التسرب. السؤال الثاني يتطلب عمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم صرف طاقة، لماذا قنا؟ لأنه آلية العمل كيف؟ النشطة، النقل النشط. إذا آلية النقل النشط، إذا تقوم هذه المضخة بضخ ثلاث شوارد صوديوم نحو الخارج مقابل استعادة شريدتي بوتاسيوم نحو الداخل، ويتم ذلك بصرف طاقة لأن الآلية هي آلية النقل النشط. يعد غشاء الليف مستقطبا كهربائيا في أثناء الراحة مائسا، لأنه يفصل بين نوعين من الشحنات الموجبة والسالبة. الموجبة تكون على أي سطح؟ على سطح الخارجي الغشاء. على السطح الخارجي. على السطح الخارجي. أما السالبة؟ على السطح الداخلي. على السطح الداخلي للغشاء. نعيد، يعد غشاء الليف مستقطبا كهربائيا في أثناء الراحة لأنه يفصل بين نوعين من الشحنات، شحنات خارجية موجبة تتوزع على السطح الخارجي للغشاء. تمام. وشحنات سالبة تكون على السطح الداخلي للغشاء. تمام. سنعرض الآن فيديو قصير يبين عمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. لاحظوا في هذا الفيديو القصير، نلاحظ مضخة صوديوم البوتاسيوم في الغشاء الخلوي. لاحظوا آلية عملها، شوارد الصوديوم دوائر بالشكل بلون أصفر. لاحظوا كيف تتوضع على المضخة. لاحظوا جزيئة الطاقة ATP. تم ضخ شوارد الصوديوم باتجاه الوسط الخارجي. وسيرتبط شريدتي بوتاسيوم على شكل مثلث باللون الأخضر. سيرتبط شريدتي بوتاسيوم على مكانهما على المضخة، ثم يتم الضغط باتجاه الداخل. الفوسفور المركب الاتيبي. إذن يتطلب عمل هذه المضخة صرف. وأخيرا شكرا لكم، انتهى درسنا لهذا اليوم. دمتم بخير.